شيلة، ليه ما أتيتي بمفردي؟ لم أتي بمفردي، جمعت شمال. لا يجيبون. ألو، من يتكلم؟ أخطأ بالرقم. ولماذا لازم الصمت؟ هذه قصة لا يجب أن نعيشها، لا يجب. لكن لماذا؟ هكذا، لأن نهايتها تعيسة. هذا يتعلق بنا نحن. مطمئن؟ أطمئنين ما تريدين إلينا؟ لا أريد أن أتعذب أو أعذب أحدا. بوجود حب حقيقي، هناك شيء أهم من عذابنا. سعادة المرء الذي يحب، وأنت لتهمت سعادتي. ولكن لي فيليب هذه أنانية. أنا أيضا لدي أمور تقلقني، لكني أتنساها وأحاول إسعادتي قدر ما أستطيع. قدر ما تستطيع، صح؟ ألا يكفي هذا؟ لما هذا الطمع؟ لا تفكري هكذا حبيبتي. حبنا كبير جدا وجميل جدا ما لدينا مريء لنا. نعم 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 نعم، أعرف ذلك. لم أستطع التأقلم. هذا الحب الخفي، هذا الحب، هذا الحب، هذه السعادة حبيبتي، حتى لو كانت عند الغروب. لي فيليب حتى ولو كانت ضمن أربعة جدران، حتى لو كان حديثا، ما أدراهم بما نشعر أنت وأنا. إلى متى؟ كم سيدوم هذا؟ دقيقة أزلية. ما يهم هو أن الأمر يستحق. لكن ماريلين، لا تفكري بذلك. سنعيش يومنا وكأن لا غدا لنا. إلى اللقاء سيدتي. إلى اللقاء يا ابنة العم. إلى اللقاء. كيف تتجرئين على إحضار ذلك الرجل إلى منزلي؟ أرجوك يا أمي. أنت اسكتي. أعرف أنك عديمة الحياء، لكن هذا المنزل منزل محترم، لذا لا أريد رؤية ذلك الرجل هنا من جديد. أمي، سمعت هو والدك. أقفلي فمك أيتها الوقحة، كان علي أن أصفعك. لا تفعلي. عليك أن تخجلي. لا تفعليها أمي. اذهبي أنت إلى غرفتك ولا تتدخلي بيننا. سوف تتحملينه رغم معيك، سوف تستقبلينه في هذا المنزل لأني أحب هذا الرجل. إذا كان عليك أن تتزوجيه قبل ارتكاب بتلك الحماقة. زواج أو لا زواج، كماتشو هو زوجي، هو والد ولدي. كان يجب أن تموتي من الخجل تشيلا، لأن سمعتك تلطخت في كل الجوار. أيتها الغبية المجنونة. لا يهمني ما يقوله الناس عني في هذا الحي. والمثال السيء الذي أعطيته لأختك، هي الآن تشعر بالخجل بعد هذا العار الذي جلبته لنا. لا أمي، أصبحت كرامتها مجروحة. لا، هذه حياتي، حياتي أنا وليست حياتها. حياة جيدة حياتك، حياة شريفة حياتك. تورطت مع شخص سافل ومنحط ومعتوه، استغلك كالبلهاء ومن ثم تركك. لا، كما سيبقى معي، قال لي ذلك، وعدني بذلك، تكلمنا معا وقال لي إن لا أريد رؤية وجه ذلك المنحط. أمي، فتقبلين به شئت أم أبيت؟ هذا ما تظنينه أنت، ها؟ إذا الآن سترين، سألقنك ذلك الماكينة العجلين. أطفئ أمي. يا إلهي، ماذا فعلت؟ يا إلهي.
الحمد لله أن تشيلا لم تعد في خطر رغم الحماقة التي ارتكبتها. الطفل بخير. الحمد لله. آمل فقط ألا تعاود المحاولة مرة أخرى. يجب أن تقبل بهذا الطفل. بالإذن. لا تهتم، ستقبل. هي ستقبل؟ كيف يمكن أن تكوني متأكدة؟ لأننا تكلمنا بالموضوع وطلبت منها الطفل. حقا؟ تقصدين أنك أقنعت ألفريدو بتبني الطفل؟ لا لا لا، لا يمكن أن يعلم. لا تغضب مني خفيه، أحتاج إلى مساعدتك أكثر من أي وقت مضى. مساعدتي؟ مساء الخير. نعم. لكن يولي، أنا أحبب فكرة تبني الطفل، إنما بموافقة زوجي. لا لا، ألفريدو لن يعلم ذلك. يولي، يجب أن يعلم، يملك كل الحق، إنه زوجه. لا لا، أنت لا تفهم خفيير، لا تفهم كيف هو ألفريدو. لا يولي، أنا لا أفهمك. أنت لا تشترين مجرد لعبة، أنت تتحملين مسؤولية كبيرة وجدية. هي تربية طفل. لكن خفيير. يولي اسمعي، أنت وزوجك يجب أن تكونا أكيدين مما تفعلانه. نعم، لكنه لا يريد طفلا نربيه، يريد طفلا منا، وأنت تعلم أني لا أنجب الأولاد. تكلمي معه، اشرحي له وحاولي. لا لا لا، قررت ذلك وانتهى. سأخبره أولا أني حامل، وعندما يحين وقت ظهوري كامرأة حامل أخترع حجة للسفر، وبعدها. يولي أنت مجنونة. مرحبا ماريا. وصلتي؟ سأقول لسليمة بأن تحضر العلب من السيارة. لا، هذا غير ضروري، في الواقع لم أشتري شيئا. لا، لكنك قلت إنك ستمضين اليوم في التسوق. صحيح، إنما مضى الوقت وأنا أنجز بعض المعاملات.